مرحبا. طقس الصيفي حار نسبياً عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بعد انحسار الكتل الهوائية الحارة وعاد درجات الحرارة لطبيعتها لمثل هالوقت من السنة مع انخفاض نسبة الرطوبة وضباب كثيف على المرتفعات بفترة الليل. الحرارة الليلية معتدلة، رطوبة عادية، البحر متوسط الموج وحرارة 129 درجة، ومن المتوقع وصول موجة جديدة من الحر بدءا من أوائل الأسبوع المقبل متوجهة من صحراء مصر، تستمر عادة عدة أيام. شاهدوا نشرتنا ليلية لنوفيكم بآخر المستجدات. أما هلأ فمنشوف طقسنا كيف رح يكون لليلة، غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال، مع انخفاض نسبة الرطوبة على الساحل اللي بيؤدي للحد من الشعور بالشوب، وبيكون في تكون لضباب على المرتفعات المتوسطة. لبكرة الخميس طقسنا رح يكون غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة اللي أصبحت ضمن معدلاتها الموسمية، مع انخفاض إضافي بنسبة الرطوبة على الساحل واخطيتها على الجبال بفترة الليل. وهلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 27 على المرتفعات 23، بالبقاع 16 والأرز 13، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية 30 برحبي، 36 زغرين والبحصاص 32، حتشيت 25 والعقورة 26، بر الياس 36 وكفر دبيان 25، ظهر الصوان 31 والهلالية 31، أما الدوار 30 ويونين 32. الرطوبة بتتراوح بين 45 و80%، حرارة سطح الماء 29 درجة وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس لبكرة واليومين اللي جايين؟ 27 و32، الخميس الجمعة 26 و31، أما السبت ف 27 و32 درجة. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل ببعض العواصم العربية والعالمية. درجات الحرارة على الشكل التالي: عمان 34، الرياض 45، طرابلس 31، والجزائر 31، باريس 31 مع هطول الأمطار بباريس ولندن 26 درجة. وهذا كان كل شيء. باي.